معكم روضه خليفه، فسوف اليوم اصنعكم منشورا رباعيا. والادوات التي احتاجها هي كرتون وقلم ولازق ومقص ومسطره. والان وبعد قصيت، اولا قصيت اللوحه، وثانيا سوف ألزق بهذه اللوحة اللازق. والآن سوف أشد قطعة الكرتون فألزقها. منشور الرباعي، والآن سأعد لكم الخصائص 8 رؤوس: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. والآن سأعد لكم الأوجه: 1, 2, 3, 4, 5, 6. وله ماشط حافة: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.